ما نود فعله في هذا الفيديو هو إيجاد كتلة كربونات الكالسيوم التي نحتاجها لعمل تفاعل من 25 مليلتر من تركيز 0.75% من محلول حمض الهيدروكلوريك. ولدينا التفاعل هنا، وللتذكير بما كنا نتحدث عنه، لدينا حامض الهيدروكلوريك وهو مذاب في الماء وهو محلول مائي. المذيب هو الماء، وهذه 0.75% مولية تدل على المولية من المحلول، أي التركيز تدل على التركيز أو عدد المولات لحمض الهيدروكلوريك لكل لتر من المحلول الكلي. ويجب إيجاد كتلة كربونات الكالسيوم اللازمة لتفاعل كامل لمحلول حمض الهيدروكلوريك، هذا المقدار منه. قبل القيام بأي شيء، القياس المتكافئ لحساب العناصر المتفاعلة، يجب التأكد أن المعادلة موزونة. لنقوم بهذا، في الجهة اليسرى هنا لدينا الكالسيوم، هذا الكالسيوم الوحيد، وفي الجهة اليمنى لدينا واحد كالسيوم. إذن كل شيء يبدو جيدا بالنسبة للكالسيوم. في الجهة اليسرى لدينا كربون هنا، لنكتبه هنا، لدينا كربون واحد هنا ومن ثم لا يوجد كربون هنا. وفي الجهة اليمنى لدينا كربون واحد. إلى الآن كل شيء يبدو جيدا. في الجهة اليسرى لدينا ثلاث من الأكسجين، ولا يوجد أكسجين هنا أيضا، وهنا لدينا أكسجين واحد، ومن ثم لدينا اثنان آخران، لدينا ثلاثة على الجهة اليمنى أيضا. إلى الآن كل شيء جيد. وعلى الجانب الأيسر لدينا واحد هيدروجين هنا، ومن ثم في الجهة اليمنى لدينا اثنان من الهيدروجين، لدينا اثنان من الهيدروجين هنا. إذن لجعلها موزونة نضع اثنان في مقدمة أمام حمض الهيدروكلوريك أو محلول المائي من الحمض الهيدروكلوريك. الآن الهيدروجين متوازن، لم نقم بعد بالكلور، وهذا جيد لأنه قد يفسد كل شيء إذا كان موزون. لكن لنرى، لدينا اثنان كلور في الجانب الأيمن. كم لدينا في الجهة اليمنى؟ لدينا اثنان. إذن الآن المعادلة موزونة بعد أن تخلصنا من الاثنان من المعاملات لحمض الهيدروكلوريك. إذن الآن لنجد ما هي كتلة كربونات الكالسيوم اللازمة للتفاعل الكامل مع هذه الكمية من 25 مليلتر من 0.75 مولية من محلول حمض الهيدروكلوريك. الآن الطريقة لتفكير بهذا، هذه المسألة مختلفة عن كل شيء آخر. إلى الآن نرى أنني لم أعطيك كتلة حمض الهيدروكلوريك، لم أخبرك ما هي مولات حمض الهيدروكلوريك، أخبرتك كمية المحلول المحتوية على حمض الهيدروكلوريك والتركيز. إذن ما سنفعله هو استخدام المعلومات المعطاة لإيجاد عدد المولات من حمض الهيدروكلوريك في هذا التفاعل. ما هي عدد المولات في هذا المحلول؟ ومن ثم لكل 2 مول من حمض الهيدروكلوريك سنحتاج إلى 1 مول من كربونات الكالسيوم، وسنرى هذا. ومن ثم يجب إيجاد، حسناً، سنحتاج إلى نصف هذه المولات هنا كما هي هنا. ما هي كتلة هذا؟ إذن لنقم بهذا. إذن سنبدأ مع 25 مليلتر من، سأكتب هذا، 25 مليلتر من هذا، من 75% مولية
لمحلول HCl، ولنحول هذا إلى مولات من حمض الهيدروكلوريك. إذن أول شيء لنفكر به هو أن المولية دائما يعبر عنها بمول لكل لتر، هذه معبر عنها بالمليلترات. إذن سأتخلص من المليلترات ونريد أن تكون باللتر، إذن سأضربه باللتر وسأكتبه هنا، سأكتبه باللتر كحرف كبير L كبيرة كلتر لكل مليلتر، ونعلم أن اللتر هو 1000 مليلتر، إذن هنا 1 على 1000 من اللتر لكل مليلتر. والذي نريده هنا أننا سنحذف المليلترات ومن ثم سنحول، سنستخدم معلومات التركيز لإيجاد العدد الفعلي. العدد الفعلي من مولات حمض الهيدروكلوريك الذي نتعامل معه. إذن للقيام بهذا سنضربه ب 0.750 مول من حمض الهيدروكلوريك لكل لتر. سأكتب هذا لتر من 0.750 مولية من محلول حمض الهيدروكلوريك. إذن لنتأكد من فهمك لكل ما يجري، أولا أريد أن أحصل على 25 مليلتر في اللترات، إذن بالتأكيد سنقسم على 1000 والوحدات سوف تتماشى سويا، لدينا مليلتر في البسط ومليلتر في المقام ويتبقى لدينا لتر في الأعلى، ومن ثم سنحول من المحلول إلى العدد الفعلي من المولات، ويمكن وضع صفر هنا. حسناً، 0.75 مولية، هذا يعني أن هناك 0.75 مولات من حمض الهيدروكلوريك لكل لتر من المحلول. أنا فقط أقول يمكن أن نسمي هذا محلول، وإذن هذه تلغى سوياً، هنا لدينا اللترات تلغى مع اللترات. ومن ثم يمكن حتى القول 75% موليات محلول حمض الهيدروكلوريك تلغى مع 75% من موليات محلول حمض الهيدروكلوريك، ويتبقى لدينا، سأظل على نفس اللون، 25 ضرب 1 ضرب 0.75% تقسيم 1000، هذا تقسيم 1000 مول. مول من حمض الهيدروكلوريك. ولنستخدم الآلة الحاسبة لإيجاد هذا. حسناً، إذن هذا لنرى 25 ضرب 0.75 مقسومة على 1000 يساوي 0.01875، سأكتبه هنا، إذن هذا يساوي 0.018. إذا أردنا فقط الخانات المهمة لا داعي لأكثر من 3، إذن يمكن القول أن هذا يساوي 0.018 بدلا من 75، سأقربه إلى 88 مول من حمض الهيدروكلوريك. والآن نعلم لكل 2 مول من حمض الهيدروكلوريك
نحتاج 1 مول من كربونات الكالسيوم. إذا نريد معرفة عدد مولات كربونات الكالسيوم اللازمة، إذا لنقوم بهذا، إذا لنضرب هذا ب، نريد هذا ليلغى هنا، نريد أن نلغي هذا. إذا نريد معرفة لكل مول من حمض الهيدروكلوريك، أو لكل 2 مول من حمض الهيدروكلوريك، نرى هذا هنا، لكل 2 مول من حمض الهيدروكلوريك نحتاج 1 مول، سأكتبه باللون البرتقالي، نحتاج 1 مول، نحتاج 1 مول من كربونات الكالسيوم وهي المطلوبة. إذن هذه المولات من حمض الهيدروكلوريك ستلغى مع هذه المولات في المقام، وسنأخذ هذا الرقم ونضربه في 1 ونقسمه على 2، أو نقسمه مباشرة على 2. إذا لنقم بهذا، يمكن أن أخذ هذا الرقم ونقسمه على 2، يجب أخذ فقط 3 خانات مهمة. إذن سنأخذ هذه 0.0093، وسأقرب هذا إلى 8 لنقربه فقط. حسنا، إذن هذا يساوي، سيتبقى لدينا 0.00938 مول. من كربونات الكالسيوم المطلوبة. ولم ننتهي بعد، تذكر السؤال هو ما هي كتلة كربونات الكالسيوم المطلوبة؟ إذا نريد إيجاد، يجب بالضرورة ضرب هذا في الكتلة المولية. إذا نريد التحويل إلى غرامات، لنحول هذا إلى غرام، سأغير الألوان، ولنضعه بالغرامات يجب أن نجد الكتلة المولية لكربونات الكالسيوم، والكتلة المولية للكالسيوم لكربونات الكالسيوم، ننظر إلى الوزن الذري للكالسيوم في الجدول الدوري، إنها 40، ومن ثم سيكون لدينا الكربون هنا وهو 12، وشاهدنا هذا كثيرا، ومن ثم لدينا الأكسجين وهو 16، لكن لدينا 3 منهم، إذا 16 ضرب 3 هي 48، إذا ستكون 40 زائد 12 زائد 48 وتساوي 100. إذا الكتلة المولية للكالسيوم تساوي 100، إذا ضرب 100 غرام من كربونات الكالسيوم لكل 100 غرام من كربونات الكالسيوم لكل، سأكتب هذا غرامات كربونات الكالسيوم لكل مول من كربونات الكالسيوم، ونعلم أننا نقوم بالشيء الصحيح بضرب 100، لأن هذه الوحدات ستلغى، مولات كربونات الكالسيوم في البسط ومولات كربونات الكالسيوم في المقام، إذن يلغيان سويا، إذن فقط يجب ضرب هذا ب100. إذن لنقوم بهذا، إذن هذا ضرب 100، هذا ضرب 100 سيساوي، وسنقرب الرقم وهو 0.938، سأكتبه هنا 0.938، إذن سيساوي 0.938 غرام من كربونات الكالسيوم.